السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. هاد النهار غادي نشارك معكم حفله الختان ولا الطهاره. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. حقيقه نهار زوين 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 بزاف. كنتمنى ان قبل ما تشوفوا الفيديو تنساونيش باللايكات ديالكم وبالتعليقات ديالكم وبالكومنتر ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. وشكرا للناس جداد اللي دخلوا عندي للقناه، فريمون دخلوا عندي ناس جداد، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. هاد النهار الحفله غادي نديروها كما العاده في الباركي، وفي النهار ديال السبت. مرات كنحتفلوا الجمعه في العشيه والسبت. علاش كنختاروا هاد الايام بالضبط؟ لان الدراري كيكونوا يعني ما كيكونوش يعني نهار السبت كنعطيوهم الراحه، كيخرجوا للباركي كيلعبوا، والحد كما كتعرفوا كيقراو فيه، واللي عنده شي دروس كيديرهم، واللي عنده شي تمارين كيديرهم. وكتوجدي نهار الروتين ديال اليومي اللي هو نهار الاثنين الدراري باش يوجدوا ريوسهم للمدرسه. وطبعا حتى الامهات كيكون عندهم اشغال ديال الدار باش ان شاء الله نهار الاثنين يكونوا موجدين لوليداتهم المدرسه. المهم كما كتشوفوا هنايا كنحتفلوا في الباركي على اساس ان الدراري ما نقدروش نديروا الاحتفال في لي زابارتمون عند الصغار، والباركي كبير وزوين بزاف ونقي. الدراري كيعجبهم الحال، كيمشيو كيلقاو فين يلعبوا. يعني الامهات ما كيبقاوش مشغولين بالدراري بوليداتهم، لان في الديور كتبقى حط منا ما تمشيش منا ما اجي منا، فهمتي؟ لان راك عارفين الديور كيكون فيهم حويجات، والدراري كيكونوا صغار ممكن كيتسبب في المشكل. ولكن في الباركي تما كيلعبوا كيحيدوا القمطار، كيجيو للدار عيانين عيانين، والسيمانه كيدوزوها مزيان لان دوزوا واحد النهار اللي هو غزال في الباركي. وكنشارك معكم هذا النهار هذا الفيديو والمأكولات المحطوطة هذا النهار زوينة بزاف ولذيذة. كنشكرها بزاف بزاف على هذا المجهود اللي قامت به. وحنايا كما كتشوفوا الناس الغربة كنحاولوا نديروا داك الشيء اللي هو مغربي 100%. كنحطوا الطبلة ديالنا مغربية، وكنتمنى انها تكون عجبتكم حتى نتوما ان شاء الله. كما كتشوفوا في الفيديو كاين دونوت مزوق بشوكولات البيض، وكاين هاد الخبز داير بحال البيتزا معمر واحد التعميره اللي زوينه بزاف، والكيكه والبيتزا كما كتشوفوا. وحنا بالنسبه لهاد الفيلم كنشوفوا الاجواء كتشميشوا جوزوين وغزال، كنحاولوا نستغلوا الكريب هنا يا مايوركا. يعني الجو ديال هاد ديما كيكون وهاد الباركي بالضبط غزال، كيكون شي حاجه زوينه، كيكون الجو رائع بزاف باش انك تسيليبري. وهاد لي بشي مناسبه في الباركي كما كتشوفوا واحد التبصيل عاود مشكل، هادي هي. وكما كتشوفوا هادي الحلوه ديال العنب ديال اللي كنفرقوها على الدراري الصغار، ديما مولفين كنديروها سواء في العيد الميلاد ولا في الاحتفالات اخرى. المهم اللي معلقه بالدراري الصغار كنقسموا عليهم الحلوى. وطبيعه كما قلت لكم كتجلسي الحلوه اذا كان يعني واخا كتقولي ما كلا بزاف، ولكن كان كل دقيقه الفيديو اللي كنبغيو ناكلوا شي حاجه والدراري كنصاوبوا الحلوى بالنسبه لهاد النوع من الاحتفالات. اصلا في هذا البارك كاين فين كيلعبوا الدراري الصغار، بحال من سوبر مارشي كنجيبوا يعني عندهم مساحه كبيره فين كيلعبوا صافي. كدراري صغار كيفاش يعني اخر من كيلقاو هو زوين ماكلا، وفي الاخر كاع كندوزو واحد النهار كيصحاب الزوين بزاف مع الصحابات. عارفين الدراري الصغار يعني كنحيدو شويه من الغربه، كنبدلو الجو ديال الغربه، وكنبدلو الروتين ديال السيمانه اللي كان كيكون صعيب. كتدوز علينا واحد السيمانه صعيبه فريمون. الصباح كتفيقي بكري، كتدي ولادك المدرسه، كتجي كتوجدي لهم الغداء، ولا في العشيه عاوتاني كيكون عندك معاهم التمارين وخصك تخدمي معاهم. المهم السيمانه كتكون اطوبي اطوبي من الاثنين للجمعه، يعني السبت الجمعه كيرتاحوا شويه في العشيه والسبت. هذا الشيء اللي كاين، وداك الشيء علاش قلت غادي نشارك معكم هذا الفيديو. والاحتفالات ديالنا كاملين كنفضلوهم يكونوا في الباركي باش الدراري حتى هما يستغلوا الفرصه يدوزوا فين دي سيمانه فأحسن الأحوال وفي أحسن الأجواء. وهذا هو الفيديو ديالنا كما شفتوا،
بقاو معنا حتى الاخير. هذا هما المأكولات اللي تحت التوصيل، عمرت التوصيل ديالي كما شفتوا. هذا التوصيل ديال صحاباتي، عصير باتاي، قلت لكم مغربي 100%. كاين العصير وكاين اتاي بالنعناع، وهنايا كنا كان المهم دايرين موسيقى على حساب الموسيقى. راكم عارفين حقوق الطبع ممنوع انها تديري الموسيقى، اي موسيقى تقدري ديريها في الفيديو ديالك كيتحيد ليا الفيديو. ودرنا واحد الموسيقى زوينه، وبقينا كان يعني ماشي غير حنا بوحده اللي كنا محتفلين بعيد الميلاد، كانوا حفلة الختانة كي قلت لكم اي حفلة كنسيليبريوها كندوزوها في الباركي هكا مجموعين مع الصحابات. كانوا الناس بزاف بزاف كيجيو كيحتفلوا لوليداتهم بعيد الميلاد، وكيعرضوا صحابهم وكيعرضوا عائلاتهم. يعني الباركي عامر وكلشي كلشي كيدير داكشي اللي بغا. كيما شفتوا هنايا اتاي بالنعناع ضروري الجلسه ديالنا ما تكملش بلا اتاي بالنعناع، ضروري اتاي بالنعناع. كنجيبوه معنا كنعمروه في الترمويات، وكنجيبو سميتو الوراق د النعناع هكا في واحد البواطه ولا في واحد البروسيطه هكا نقيه، كنديرو هكا في الكيسان كما كتشوفوا هكا في الفيديو اكزاكتومون. كان صافي كندوزو النهار كما قلت لكم، كيجي نهار زوين. والمذاق د النعناع مع الماكولات ضروري ضروري ضروري. صافي، وفي الاخير كنقطعوا الطارطه ديالنا الوليدات فريمون والله العظيم كيعجبهم الحال، لان كيبدلوا الجو كيلقاو داك الشيء عاوتاني ديفيرونت مبدل عليهم، والسيمانه تبدلات واحد الجو اللي هو غزال في الباركي. والشميشه حنا عندنا في مايوركا ما عندناش البرد بزاف، اكثريه الايام كيكون الجو زوين جو نقي. والحلوه ضروري كنفرحوا بليداتنا بالحلوه. المهم اذا كنتوا باغيين تعرفوا كيفاش كنديروا الحلوه هنايا، كنديروها غير حنايا، كنشريو هكا الحلوه وكنعمروا بهم هاد الكويقطات، ولا كاين بزاف دي ديزاين باش تقدروا تبدلوا بهم. واخر حاجه كيفرحوا الدراري من كيلقاو الحلوه ديالهم عندهم في يديهم، كيديوها للدار كياكلوها. هذا هو الاجواء ديالنا الليليه، الجو زوين وباقي الناس عاد جالسين، لان باقي قلت لكم ما كاينش البرد، الجو زوين بزاف. هذا هو الجو ديالنا هنايا في مايوركا. كل سبت في العشيه ولا كل جمعه في العشيه كنحاولوا نمشيو ندي وليداتنا يفرحوا معنا شويه، وما يحيدوا القنطه وحنا نضحكوا شويه مع صحباتنا. هذا هو الجو ديالنا في الغربه، وحنا كندوزوا الايام ديال الغربه هنايا كما كتشوفوا بالضبط في هذا الفيديو. كنشكركم بزاف، ما كرهتش الدعم ديالكم للقناه ديالي باش يوصل لجميع الناس. وما تنساونيش باللايكات ديالكم، لايكات شكرا بزاف. مع السلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله.